السلام عليكم، أنا أمنية صلاح، طالبة في كلية الهندسة هندسة الحاسبات. أقدم لكم مشروع Arduino Controlled Musical Fountain Using Sound Sensor. الفكرة من هذا المشروع تصميم نافورة مي تعمل حسب استجابتها للإيقاعات الموسيقية من المحيط الخارجي. هذه كانت الفكرة العامة للمشروع، أما ما يهمنا إحنا كمهندسين هو طريقة التصميم وطريقة العمل. الفكرة الأساسية إنه ناخذ إدخال صوتي من مصدر خارجي، كأن يكون موبايل، آيبود، لابتوب وغيرها، ورح يتم أخذ عينة من هذا الصوت وتقسيمه إلى عدة أقسام حسب الفولتج مالته. فهنا رح يصير عندنا مجموعة أصوات مقسمة حسب الفولتج رينج، وعلى هذا الأساس رح يتولد عندنا إخراج حسب كل إيقاع موسيقي. الماتيريال ريكوايرد أو المكونات اللي رح نحتاجها حتى نصمم المشروع، أول شيء رح نحتاج أردوينو نانو. الأردوينو نانو عبارة عن بورد صغير ومتكامل يعتمد على ATmega328P مايكروكنترولر، يكون مشابه للأردوينو أونو من حيث الوظائف تقريبا، لكن بوجود اختلاف بسيط. ساوند سنسر مودول، وحدة استشعار الصوت، تكشف هذه الوحدة الموجات الصوتية من خلال شدتها وتقوم تحويلها إلى إشارات كهربائية. تتكون هذه الوحدة من عدة أجزاء. أول جزء هو Impulse Capacitive Microphone، الميكروفون السعوي، وكذلك تحوي على البيك ديتكتر، هي عبارة عن دائرة كهربائية تحسب أعلى قيمة يصل إليها الإدخال Maximum Value of Input، وتحوي أيضا على الأمبليفاير. وبوجود هذه المكونات راح يكون عمل السنسر إنه من ينتشر الموجات الصوتية عبر جزيئات الهواء، هذه الموجات راح تسبب تغيير سعة الميكروفون. هذا التغيير بالسعة راح يتم تضخيمه ورقمنته بواسطة الأمبليفاير لمعالجة شدة الصوت. 12 Relay Model، الريلي مودول عبارة عن قاطع كهربائي Switch On Off، نقدر نتحكم به عن طريق توصيل جهد كهربائي مناسب للملف الموجود بداخله. هذا الجهد يمكن انه يكون 5 او 9 او 12 او 220 فولت. بهذا المشروع مالتنا نحتاج 12 فولت، بمعنى انه هو سويتش بس فتحه واغلاقه مو باستخدام اليد، وانما عن طريق تحفيزه بجهد مناسب. دي سي بامب، البامب هي مضخة، هذا النوع اللي هو دي سي بامب يستخدم الدايركت كارنت، التيار المستمر اللي يجي من الموتور أو الباتري، حتى ينقل السائل طرق مختلفة حسب الطريقة اللي احنا نريدها. عادة تعمل بستة أو 12 أو 24 أو 32 فولت. LEDs، Light Emitting Diode أو الصمام الثنائي الباعث للضوء، يعتبر من أكثر الإلكترونيات انتشاراً. هو عبارة عن دايود إلكتروني باعث للضوء، ويكون بعدة أشكال وألوان وأحجام مختلفة، واللي يميزه عن المصابيح الضوئية أنه يحتاج تيار قليل جداً عند تشغيله. Connecting Wires، مجرد أسلاك وظيفتها توفر وسط ناقل للتيار الكهربائي حتى ينتقل من نقطة إلى أخرى. Vero Board أو Breadboard، الفيرو بورد هو الصورة الموجودة بالأعلى، عبارة عن لوح يحوي على العديد من الثقوب النحاسية. حتى نبني دائرة على هذا البورد لازم نحتاج سولدرينج، يعني نلحم المكونات حتى تثبت. أما بالنسبة للبريد بورد الموجود بالصورة اللي بالأسفل، هنا ما رح نحتاج سولدر لأن المكونات نقدر نثبتها مباشرة على البورد. ندخل بالجزء الثاني من المشروع، هو الworking steps، وبداية نبلش بالworking of sound sensor. مثل ما قلنا سابقا انه عمل وحدة استشعار الصوت هو التقاط الصوت من المصدر الخارجي بواسطة الميكروفون تحويله الى اشارة كهربائية. يعتمد السنسر على LM393 power amplifier اللي هو يعمل as a comparator او مقارن، اللي راح يحدد لنا هل انه الصوت اعلى او اقل من الثريشولد اللي احنا حنبرمج الاردوينو عليه. فعندما يكون مصدر الصوت أقل من الثريشولد أو السرتين ليميت، هنا رح يكون إخراج السنسر لو، أي أنه النافورة ما رح تشتغل. بس من يكون مصدر الصوت أعلى من مقدار العتبة أو السيت ثريشولد، هنا رح يكون إخراج السنسر هاي، بالتالي رح تشتغل عندنا المضخة.
هذه هي السيركت دايجرام الخاصة بالساوند سنسر، مثل ما موضح مكونة من عدة مقاومات R1, R2, R3, R4, R5, R6 و RV1 ومتسعة C1. نلاحظ هنا عندنا ترانزستور NPN ترانزستور. شنو فايدته؟ مثل ما نعرف انه الساوند سنسر البيسك انبوت ديفايس مالته هو الميكروفون، هو الجزء اللي يدخل لي صوت ويحوله من موجة الى اشارة كهربائية. بس هذه الإشارة الكهربائية من تدخل حتكون صغيرة جدا بالحجم، يعني الماجنيتيود مالتها قليل، فيكون من الصعب جدا تحليلها. لهالسبب نستخدم الـ NPN Transistor Amplifier اللي راح يضخم هذه الإشارة ويرجع يغذيها للـ Non-Inverting Inputs مال Operational Amplifier. هنا راح قلنا نستخدم LM393 Operational Amplifier اللي هو Comparator، اللي راح يقارن الالكتريكال سيجنال الجاية من الميكروفون مع الريفرنس سيجنال الجاية من الفولتج ديفايدر سيركت. فإذا كانت الانبوت سيجنال أكبر من الريفرنس سيجنال فإخراج الامبليفاير حيكون عالي والعكس صحيح. بهذا الشكل موضح لنا السيركت دايجرام مالت المشروع. نلاحظ إنه الساوند سنسر مغذى ب 3.3 فولت من النانو أردوينو أوتبوت بين، والإخراج مالت الساوند سنسر مرتبط بأنالوج إنبوت بين A6 من مالت النانو، والريلاي مودول والدي سي بامب هذه تغذى بمصدر فولتية خارجي هو 12 فولت باور سبلاي. الإنبوت سيجنال أوف الريلاي مودول مرتبط بالديجيتال أوتبوت بين D10 أوف نانو. وحتى نضيف تأثيرات ضوئية هنا استخدمنا 2 different colors of LEDs اللي هما أحمر وأزرق، نربطهم بالديجيتال اوتبوت D11 D12 اوف نانو. بالنسبه للمضخه يتم ربطها بطريقه انه من تجي هاي بولس كادخال من الريلاي مودول راح يتوفر مسار مغلق يصير بيه تيار، فراح تشتغل عندنا النافوره وتطلق المي. بس لو ما اجت هاي بولس من الريلاي مودول راح يبقى السويتش اوف، أي بمعنى ما رح يتوفر مسار يسري بيه التيار فما رح يصير عندنا شيء. طبعا الهاي بولسز واللو بولسز منو المسؤول عن توليدها؟ النانو أردوينو طبعا هو المسؤول عن توليدها حسب الإدخال الصوتي مثل ما قلنا بطريقة عمل السنسر سابقا. هذا شكل الدائرة بعد ما ثبتنا المكونات على الفيرو بورد، حتكون بهذا الشكل. هنا استخدمنا بلاستيك بوكس حتى يكون حاوي للنافورة، وميني 5 فولت بامب تو اكت از فاونتين حتمثل ان هي النافورة. هسه نجي لبرمجة الأردوينو. حنقسم الكود عدة أجزاء لسهولة الفهم. بالنسبة للجزء الأول من الكود، توضيح المتغيرات اللي راح نستخدمها وتعيين أرقام الأردوينو بنز اللي استخدمناها مثل ما وضحنا بالسيركت دايجرام. كذلك راح نعرف المتغير الريفرنس اللي هو الثريشولد أو الليميت اللي حكينا عنها بالساوند سنسر، اللي قلنا حنقارن بيها الموجة الصوتية اللي تجينا من المحيط الخارجي. هنا راح تكون تساوي 700. فالكود راح يكون integer sensor A6 integer red led 12 integer green led 11 integer bump 10 define reference 700. بالبويد setup function استخدمنا البنت مود function، هذه الدالة اللي راح تحدد لنا البيهيفير أو سلوك كل بن، هل حيكون إدخال أو إخراج. هنا طبعا السنسر هو فقط إدخال، الباقي كلهم إخراج. ليش؟ لأنه قلنا موجة الصوت تدخل من خلال الميكروفون الموجود بالسنسر. على هذا الأساس حيكون الكود بين مود سنسر إنبوت بين مود ريد ليد أوتبوت بين مود جرين ليد أوتبوت بين مود بومب أوتبوت. هسا شنو نحتاج؟ نحتاج نقرأ الفاليو اللي تجينا من السنسر. فشنو راح نسوي؟ حنسوي هذه الفانكشن integer sensor value analog read sensor. هنا راح نقرأ قيمة السنسر ونخزنها بالمتغير sensor value. الجزء الأخير من الكود حيمثل لنا شغل الكمبيوتر اللي وضحناه سابقا، انه هسا راح نجي نقارن الفاليو مع السنسر بالريفرنس اللي حددناها بالكود. if sensor value اكبر من الريفرنس حيكون اكو شغل، حيكون اكو عمل.
لكن إذا كانت sensor value أقل من الرفرنس ما راح يشتغل عندنا شيء. وراح نحدد أيضا delay 70 وهي مجرد دالة توقف لنا شغل الكود لمدة 70 ملي سكند حتى نكمل الجزء الثاني من الشرط. هسه هذا عندنا الكود. If sensor value greater than reference, digital write green light high, digital write red light high, digital write bump high. طبعا الديجيتال هاي هذه فانكشن راح تحدد او تكتب للبن انه انت حتكون هاي اور لو فاليو. هسه نجي للجزء الثاني من الشرط else، يعني اذا كانت السنسر فاليو اقل من الريفرنس هنا كل شيء حينطفي، ما راح يكون عندنا تشغيل ولا شيء. ديجيتال رايت جرين ليد لو، ديجيتال رايت ريد ليد لو، ديجيتال رايت بامب لو، ديلي 70. وهذه صورة للبروجكت بعد ما اشتغل، اشتغلت النافورة واشتغلت عندنا أضواء الليدز، هيكون بهذا الشكل. الجزء الأخير من المشروع هيكون conclusion و future work. بالconclusion كتبت أهم 3 نقاط أساسية التصميم هذا المشروع، وهي the idea in general of this simple project is to implement a water fountain containing colored light whose advantage is to sprinkle water if it's response to a acoustic effect from the outside environment. بمعنى إنه الفكرة الأساسية لهذا المشروع هو تصميم نافورة مي تستجيب لمؤثر صوتي من المحيط الخارجي فتعمل، إذا ما استجابت فما راح ترشلنا مي. The project based on Arduino Nano sound sensor. أهم جزئين بهذا المشروع هو الأردوينو نانو والساوند سنسر. The sound sensor converts sound waves into electrical signal. If this wave is above the threshold limit and makes the switch on, which leads to make the water fountain works. يعني إذا كانت هذه الموجة الصوتية أعلى من الثريشولد اللي إحنا حددنا فراح تشتغل النافورة ويتم العمل. الفيوتشر وورك مجرد أفكار للتطوير، لتطوير المشروع مستقبلاً. أبرز فكرة لتطوير هذه النافورة هي أنه مو بس تكون نافورة تستجيب للموسيقى، وإنما تكون دانسينج، نافورة راقصة مع إيقاعات الموسيقى. ممكن أنه تستخدم بالمنتزهات، الحدائق، الإيفنتس المهمة، التكريم، الحفلات وغيرها، يعني تنطي جمالية للمكان. حتى نجعل هذه النافورة راقصة مع إيقاعات الموسيقى أكيد رح نحتاج أردوينو. حتى نتحكم بالووتر فولفز، نجعل حركتها متزامنة مع الموسيقى، نحتاج ترانزستر أز سويتش حتى تشغل وتطفي النافورة، والدز، وأيضا الأمور اللي ذكرناها بهذا المشروع. هذا كان المشروع، أتمنى يكون عجبكم.